اليوم جيت سعداء في تنظيم هذا النشاط المشترك مع جمعية المتوسط ديال الصحافة الرقمية. هذا النشاط اللي كيندرج في إطار الإعلام الرقمي والعلاقات بين الضفتين. كما كنعرفوا بأن العلاقات المغربية مع الضفة الأخرى سواء مع إسبانيا أو البرتغال أو إيطاليا هي علاقات متجدرة في التاريخ. كذلك هذا النشاط هذا كيندرج في إطار الإعداد لتنظيم مونديال 2030 اللي هو غيكون تنظيم مشترك ما بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. كذلك في إطار فتح جسور التواصل الإيجابي ما بين الضفتين واللي كنتمناو بأنه يكون بادرة خير في هذا الإطار. مشكور. الفرص والامكانيات المتاحه يعني من اجل خلق جسور ومد جسور يعني العمل المشترك ما بين الضفتين على مستوى الاعلام بالنسبه للفرص ومستقبل العلاقات ما بين الضفتين. هذا النشاط هذا كيستضيف واحد 3 ديال الاعلاميين من جاره اسبانيا في اطار تبادل التجارب وكذلك غيكون مستقبلا تبادل ديال الزيارات ما بين جمعيتين. شكرا.